هل السوشيال ميديا يا كابتن هي اللي بتحكم النادي الاهلي حاليا؟ لا، الخطيب لا يتاثر بالسوشيال ميديا، الخطيب لا يتاثر بالسوشيال ميديا، الخطيب بيفكر وبيقرر، وهي حريص جدا على انه يعيد هي انتصارات النادي الاهلي تاني من خلال يعني رؤيته الخاصه وعلاقته بمجلس الاداره او بمجلس الاداره بتاعه، ولولا المرض بتاعه الحقيقه كان هيكون اكثر يعني تركيز. حضرتك كابتن شايف تقييم السير غلاب المجلس كابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي، حضرتك شايفها ازاي؟ انا شايفها كويسه بصراحه، لانه عمل حاجات كتير قوي ما عدا النتائج ما ساعدتوش بس. طب ما اختار شوف ان هو فتره الانتقالات الصيفيه ما جابش ناس. لا يعتمد على كارتيرون، يجيب حد في كارتيرون طبعا اختار كوليبالي، فكوليبالي ده معني يعني بابلو كان 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 الحقيقه كان لاعب يعني خدع الجميع في الاول، وكان الحقيقه مستواه واضح من الاول، انا قلت الفوت ورك بتاعه قليل، اللعب على الارض بيبقى ضعيف، فبالتالي وانا انا شاهدته في مالي وشاهدته في تي بي مازيمبي، الحقيقه شاهدته بيلعب من الاول لما كارتيرون جابه، كارتيرون نظرته ما كانتش ثقيله في الحته دي، فطبعا اعتمد على هذا الموضوع، وبعدين شايف انه الناس اللي عنده كويسين فما ما جابش لعيبه. طب ما اثرت على اداء الفريق؟ طبعا خطا كارترون هو السبب. طبعا كارترون بحمله مسؤوليه اللي احنا فيه ده كله، بحمله مسؤوليه كامله متكامله، ولا مش فنيا كمان، بحمله من ناحيه اختيارات اللعيبه، توظيف اللعيبه، من اختيار برضه لانه هو اساسا برضه يعني تاريخه التدريبي برضه ما كانش برضه انه انا اجيب لعيب اجيب مدرب كان بيدرب في نادي وادي دجله، يعني من الصعب جدا ان النادي الاهلي يدفع ثمن. الاهلي دفع ثمن مغامره كارترون؟ لا طبعا، والمجلس كله كمان. مين بطل الدوري السنه ان شاء الله؟ والله الدوري صعب، انا بقول لك الدوري صعب، النادي الاهلي ماشي بخطى يعني وايده زي ما بيقولوا، عرفت الدوري مش ملعب. شايف تجربه بيراميدز ازاي؟ بيراميدز برضو انا بعتقد انه بيراميدز هينافس على الدوري. هينافس هينافس بس طبعا صعب ياخدوا.